سيرفك وسيكرمك، ونحن بقوته مستمرين. أنا بحاجة لنوره أقدر يصير عندي حكمة، أقدر يميز الخير والشر. حكمة الله هي بدها توجه مسار حياتي، وهي بدها تطبع أحداث حياتي لتقول لي شو معناها هاي الأحداث، بأعرف أشتغل فيها وأعرف أقومها الأحداث وأعرف أعالجها. الرب سيبيد كل حكمة الأمم وكل مخططات من الشرير، وسيجعل من المؤمن هو الرابع. ما أطيب الرب كل خميس 8:30 مساء بتوقيت بيروت، 6:30 GMT مباشرة على الهواء.